يا اهلا فيكم متابعينا، ان شاء الله لاحظات وبنبدي معكم امر حملو تطبيق كاهوت، وكتبوا الرقم اللي قدامكم 2470208 وسجلوا اسمكم نفس ما يظهر على انستغرام. اذا ابو فلانة او ابو فلانة او ام فلانة كتبوا نفس الاسم اللي يظهر على انستغرام، علشان لما تفوز نقدر نتواصل وياك. لا حد يسجل باسمه الصجي، سجل بالنكنيم اللي انت مسجل فيه في انستغرام. حمل تطبيق كاهوت او حتى دش موقع كاهوت وتكتب الرمز اللي يظهر لك على الشاشة. يلا كل عام وانتم بخير، دقايق ان شاء الله وبنبدي. ننتظر الكل يشارك ويانا. لحد الحين كم عندنا كنترول في اللعبة؟ 50 شخص حاليا موجود ويانا في اللعبة، ننتظر العدد يكبر اكثر علشان نبدي. ان شاء الله لحظات بنبدي وياكم البث، يعطيكم الف عافية. طبعا الفايز ويانا ان شاء الله بيكون فايز ويانا بخمسين دينار كاش. ما عليكم امر، اللي ويانا حاليا في اللعبة يبطل تلفون ثاني علشان يشوف الاسئلة. الاسئلة ما بتطلع في التطبيق، الاسئلة بتكون من خلال اللايف والاجابة عليها من خلال التطبيق. فخلي تلفونين شغالين قدامك علشان تعرف السؤال وتعرف الاجابة الصح. يعطيكم العافية. يلا جاهزين متابعينا، دقايق وبنبدي. يلا بدأ العد التنازلي وبنبدي. حاليا عندنا 75 شخص مشترك ويانا في اللعبة. يلا وصلوا 80 شخص ويانا في اللعبة. يا ترى من اليوم بيفوز ويانا وبيفوز بالخمسين دينار كاش؟ طبعا التطبيق يعتمد على الإجابات الأسرع. عندنا 20 سؤال و60 ثانية لكل سؤال، عليك انك تجاوب الجواب الصح في اسرع وقت ممكن علشان تفوز ويانا.
يا اهلا فيكم متابعينا، نرحب فيكم، كل عام وانتم بخير، عسى الله يجمعنا وياكم دوم على الخير والمحبه، وان شاء الله دائما تكونون متجهزين حق مسابقاتنا وتفوزون ويانا باذن الله. اليوم مسابقاتنا مثل ما شفتوا تطبيق كاهوت، كم شخص عندنا حاليا كنترول؟ 93 شخص موجود في اللعبه. بنبدي الحين. طبعا الاسئله بتسمعونها مني من خلال اللايف، الاسئله بتسمعونها من خلال اللايف والاجابات بتجاوبونها عن طريق التطبيق. اوكي خلاص نبدي، يلا نبي نوصل 100، نبي نوصل 100، يلا 100 مشترك، بقينا 3 ونوصل 100 مشترك. يلا 3 بس يدشون ويانا وبنبدي، 3 اشخاص يدشون ويانا بنبدي، ويانا بيكونون 100 شخص يتنافسون على 50 دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين، وجوائزنا ما زالت مستمرة وياكم. يلا باقي لنا 1، حاليا عندنا 99 شخص ويانا، 99 شخص ويانا. يلا خلاص 100 شخص اكتملنا، يلا نبدي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا السؤال الأول نقوله، يلا ننتظر، يلا نبدي كنترول، عندنا 20 سؤال و 60 ثانية تنتظر المشتركين ويانا للإجابة على الأسئلة. كل اللي عليكم تجاوبون السؤال بأسرع وقت ممكن من خلال الخيارات اللي تبين لكم بالترتيب. طبعا الترتيب اللي أنا بقوله من يمين ليسار، من أول شيء يمين ليسار، فركزوا ويانا، أو عفوا من اللون الحمر، أول خيار دائما بيكون اللون الحمر. أول خيار بقوله الترتيب بيكون من الأحمر ومن ثم الأزرق بعدين الأصفر بعدين الأخضر، الترتيب من الأحمر ومن ثم الأزرق تالي الأصفر تالي الأخضر، هاي ترتيب الإجابات بالضبط. فأنا ببدي أول خيار يكون اللون الحمر، واللي يمه يكون الخيار الثاني، ومن ثم الثالث والرابع. يلا كنترول، يلا ننتظر، يلا مستعدين، والله حماس اليوم حق اللعبة، لنا 100 شخص ويانا مشترك في اللعبة لحد هاللحظة، والكل يبي يكون يحالف الحظ ويحصل عديته من بوابة البحرين. يلا نبدي خلاص مستعدين، كنترول عطنا ستارت، يلا يا كنترول، يلا لحظات ونبدي، ما زلنا ننتظر يكمل العدد، يلا ما زلنا ننتظر يكمل العدد ومن ثم ان شاء الله ننطلق وياكم. مثل ما قلنا اليوم مسابقاتنا عن طريق تطبيق كاهوت اللي بينا لكم اياه قبل اللايف، ان شاء الله بعد شوي بنبتدي اللعبة.
يا اهلا فيكم متابعينا. تغير الرقم، تغير الرقم، دشوا ويانا على الرقم 6528607 واللي يظهر لكم على الشاشه حاليا. دشوا على الرقم الجديد. كم عندنا الحين تقريبا؟ يلا 30 شخص. يلا لان من ساعه ما ادري ايش صار بالضبط خلل فني، ننتظر بس 5 دقائق علشان نبدي اللايف وياكم. 5 دقائق بس او اقل حتى، ننتظر يزيد الارقام. يلا تزيد، قاعده تزيد. حلو حلو حلو. يلا وينهم وينهم؟ بعد بعد بعد. يلا 50 شخص حاليا ويانا. يلا على السريع على السريع، مثل ما قلت لكم تغير رقم 6528607. 70 شخص موجود ويانا حاليا. يلا 80 شخص ويانا. اقل من دقيقة بنبدي. يلا اقل من دقيقة بنبدي. يلا يلا 90 شخص ما شاء الله، 90 شخص ويانا في كاهوت. يلا 100 خلاص، بس نطق ستارت، نطق ستارت، نطق ستارت، نطق ستارت. عطنا الشاشة يا كنترول. يا سلام عليك يا كنترول. السؤال الاول، السؤال الاول، شنو معنى كلمة طهف؟ بطيء، سريع، راقد، عنيد. يلا دقيقة عندكم حق الإجابة، دقيقة حق الإجابة. شنو معنات كلمة طهف؟ بطيء، سريع، راقد، عنيد. الخيارات تظهر لكم على الشاشة من تطبيق كاهوت. أعلننا من شوي الرقم. ما شاء الله ما شاء الله، الإجابات بالثواني. 93 96 97. 100 شخص شارك ويانا. 103 106 107 109 شخص رد على السؤال في التطبيق. 112 ما شاء الله. خلصنا المفروض 17 ثانية وننتقل حق السؤال اللي عقبه. ما شاء الله عليكم. 119 شخص. 120 122 ما شاء الله ما شاء الله. 130 شخص تقريبا. 129 130. يلا خلصنا السؤال العقبة. معنى كلمة تكانة، معنى كلمة تكانة، معنى كلمة تكانة. شخص هادئ، شخص يمكن الوثوق به، شخص بلا هدف، شخص عصبي. ويبتدي الوقت. دقيقة عندكم للإجابة من بيفوز ويانا اليوم، وطبعا يعتمد التطبيق على الإجابة الأسرع. عندنا 20 سؤال، كملنا من هاي السؤال الثاني وبعد شوي بننتقل للسؤال الثالث. يلا 30 ثانية تنتظر المشاركين ويانا في تطبيق كاهوت، ومن ثم بننتقل للسؤال الثالث. طبعا كل اللي موجودين ويانا في اللايف فاتتكم الفرصة للمشاركة، موجودين حاليا احنا على تطبيق كاهوت وموجودين على اللايف. يلا ننتظر الوقت. يلا 10 ثواني، 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، 2 ثانية وخلص الوقت للإجابة. أغلب الإجابات يقولون شخص يمكن الوثوق به. يلا ننتقل حق السؤال اللي بعده. يلا ننتقل حق السؤال اللي بعده. يلا السؤال الثاني يقول شنو معنات حريص؟ جميل، مخادع، بخيل، ذكي. شنو معنات كلمة حريص؟ هاي شخص حريص، هل هي صفة إيجابية ولا صفة سلبية؟ والوقت بدأ. والله في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أجزاء من الثانية أول ما خلص السؤال اللي هم جاوبين. التحدي اليوم عجيب، التحدي اليوم عجيب. ننتظر المشتركين ويانا وننتظر الوقت يخلص علشان ننتقل حق السؤال اللي عقبه. 3 ثواني،
ثانيتين ثانية وخلص الوقت. ما شاء الله ما شاء الله، في ناس جاوبت بشكل سريع، 86 شخص جاوب الإجابة الصح. هذه الأسامي الذوادي، أنا الذوادي، أنا الذوادي أول واحدة ما شاء الله عليها، هي أكثر واحدة حاليا سريعة ويانا. يلا ننتقل حق السؤال اللي بعده. يلا، شنو يعني كلمة بشار؟ شنو معنات كلمة بشار؟ ناشر الأخبار بالفريج، صاحب الأخبار السعيدة، الستارة أو الملحف؟ يلا جاوب بشكل سريع من خلال تطبيق كاهوت. يلا 29 ثانية باقي من الوقت، 29 ثانية باقي من الوقت. ما شاء الله الإجابات، 132 شخص خلال 8 ثانية ردوا، يا الله ما شاء الله، 142 شخص شارك ويانا لحد هاللحظة. يلا من بيفوز ويانا؟ ننتظر العد التنازلي، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، وخلنا نشوف الاسم المتقدم ويانا من هو. اغلب الاجابات كانت خاطئه، الاجابه الصح هي الملحف. خلنا نشوف من الاسم المتقدم ويانا. الاسم المتقدم ويانا اي فاطمه اندرسكور، مبروك يا اي فاطمه اندرسكور. ننتظر طبعا التغير في الاسئله الجايه. يلا السؤال اللي بعده، شنو معنات كلمه ترمس؟ معنات كلمه ترمس شوكه ولا وعاء حفظ السوائل الساخنه والبارده ولا السكين ولا الملعقة؟ وإجابتين وصلوا. طبعا ترى الإجابات تعتمد على السرعة، الإجابات تعتمد على السرعة، كل ما جاوبت أسرع كل ما كانت نتيجتك أفضل في التقييم. يلا ننتظر العد التنازلي علشان نشوف الاسم المتقدم ويانا من خلال التطبيق. 100 شخص ما شاء الله قاعد يجاوبون ويانا من خلال تطبيق كاهوت. 27 ثانية متبقية ومن ثم بنعلن عن الاسم المتقدم في هاي السؤال. طبعا العبرة في النهاية، عقب 20 سؤال بنشوف من هو المتقدم ويانا يا ترى. بنشوف بعد شوي من متقدم ويانا من خلال هالسؤال. طبعا العبرة في النهاية عقب السؤال 20 بنشوف من الفائز. 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، وخلص الوقت حق الإجابة على هالسؤال. الإجابة الصح طبعا ما شاء الله الكل جاوب بإجابة صحيحة، 122 شخص جاوب إجابة صحيحة. خلنا نشوف من ويانا فاز بهاي المرحلة. من ما شاء الله أي فاطمة اندرسكور ما زالت متقدمة، 5419 نقطة. يلا ننتظر السؤال اللي بعده، طائر الجن هو، طائر الجن هو، هل هو الهدهد المهاجر ولا البلبل البحريني ولا البومة ولا طائر النورس؟ والوقت يمشي، الوقت يمشي. يلا من بيفوز اليوم ويانا بالخمسين دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين؟ اليوم الأسئلة تفاعلية ما فيها ظلم، فيها تقييم على سرعة ردك وجوابك ويانا، كل ما جاوبت أسرع كل ما حصلت البوينتات وارتفعت أكثر. يلا ما تدري الاسم الجاي هل بيستمر ويانا ولا لا؟ هل اي فاطمة اندرسكور بتكون متصدرة العشرين سؤال ولا بيرتفع اسم ثاني بعد شوي؟ باقي من الوقت 20 ثانية ويانا، كانوا اسمين ويانا متقدمين وما زلنا ننتظر النتيجة النهائية لهي السؤال، ومن ثم ننطلق حق الاسئلة اللي بعدها. 7 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، والاسم المتقدم ويانا في هالمرحلة. طبعا اغلب الاجابات 29 والاجابات خاطئة بالاكثرية، 54 اجابة كانت خاطئة. خلنا نشوف الاسم المتقدم ويانا، اي فاطمة كانت متقدمة وما زالت متقدمة ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبنت الضاعن تقدمت وصارت الثانية ما شاء الله يا بنت الضاعن. يلا ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، حب الهيل تطلق على شنو؟ هو حب الهيل هل هو نوع من انواع الزعفران ولا احد انواع التوابل ولا اسوارة ذهبية ولا نوع من انواع الدارسين؟
يلا ما زلنا متواصلين وياكم. اليوم لعبتنا من خلال تطبيق كاهوت، ويعتمد الإجابة من خلال التطبيق. كل المشتركين ويانا تقريبا حول 140 شخص شاركوا ويانا، وحاليا كلهم قاعدين يتنافسون في التطبيق. خلنا نشوف كم باقي من الوقت ومن بيتقدم في هالسؤال. يلا باقي 25 ثانية و106 شخص جاوب لحد هاللحظة. احنا حاليا في السؤال السابع وناطرين الأسئلة الباقية. يلا ناطرين السؤال اللي بعده. 7 ثواني، 6 ثواني، 5 4 3 2 1، وخلص الوقت. الإجابات كانت أقل في هالمرحلة. طبعا الإجابات الصح كانت 50 إجابة، و53 إجابة إجابة خاطئة. أغلب الإجابات كانت خاطئة للأسف، والإجابات الصح 50 إجابة. من تقدم ويانا في هالمرحلة؟ خلنا نشوف الاسم. بنت الضاعن، ما شاء الله بنت الضاعن تقدمت وصارت الأولى ويانا في هالسؤال. خلنا ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال الثامن. يلا شنو هو الحفيز؟ شنو هو الحفيز؟ يلا الإجابات عندكم، الحديقة ولا المبنى العالي ولا المخزن ولا المكتب؟ ما شاء الله الإجابات عجيبة عجيبة، 5 إجابات في أجزاء من الثواني ما شاء الله. خلنا نشوف، خلونا نشوف من بيفوز ويانا في هالمرحلة. خلنا نشوف من بيفوز ويانا من هالمرحلة إن شاء الله. هل بنت الضعن ولا أي فاطمة ولا اسم جديد بيتقدم عليهم كلهم؟ 50 دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين اليوم من مسابقة تفاعلية. كل اللي عليك انك تجاوب بسرعة. يا ترى من بيجاوب اسرع؟ خلنا ننتقل حق تطبيق كاهوت ونشوف كم باقي عندنا من الوقت. باقي 14 ثانية، ما زلنا في السؤال الثامن. باقي عندنا 12 سؤال. انا اتوقع اسئله جديده ومشاركات جديده. ثانيتين خلص الوقت. نتوقع ان في اغلب الاجابات صح ما شاء الله، 56 اجابه صحيحه. خلينا نشوف من المتقدم ويانا. من تقدم ويانا؟ بنت الضاعن ما زالت متصاجرة، واي فاطمه اندرسكور نزلت، وال اي ال ام اي 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 تي اتش اندرسكور 86 هي المتقدمه ثانيا، وبنت الضاعن اول واحدة، ومي اكس 64 الثالثة. يلا 3 اشخاص دشوا ويانا في المرحلة هذه وتقدموا. يلا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول في اي محافظة تقع منطقة السويفية؟ في اي منطقة تقع محافظة تقع منطقة السويفية؟ المحرق ولا الشمالية ولا العاصمة ولا الجنوبية؟ يلا ننتظر إجابات مشتركين ويانا وبنشوف هل يعرفون منطقة السويفية في أي محافظة ولا لا. أسئلتنا متنوعة اليوم بين كلمات شعبية وعن المناطق وأسئلة تاريخية. خلنا ننتقل إلى تطبيق كاهوت ونشوف كم عندنا باقي من الوقت. باقي عندنا 27 ثانية، و88 شخص حاليا جاوب وما يندرى هل إجابته كانت صحيحة ولا لا، لأن معيار الوقت يخلي الناس شوي يدودهون. في ناس تطق الإجابة الخطأ وينزلون من قائمة التقييم في نهاية اللعبة. يلا باقي 10 ثواني، 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، 2 ثانية، وخلص الوقت. الإجابة الصح كانت في المحافظة العاصمة، و38 شخص فقط اللي قدر يجاوب من أصل 140 شخص تقريبا. خلنا نشوف من اللي تقدم ويانا في هاي المرحلة. اسم جديد، لولوة 02، لولوة_02 هي المتقدمة حاليا ويانا في هاي المرحلة، ومن ثم بنت الضاعن. يلا ننتقل وياكم حق السؤال اللي بعده وبنشوف من بيفوز ويانا. السؤال اللي بعده يقول احدى هالمناطق التالية مو في محافظة المحرق، ليست في محافظة المحرق، اسمها هيج، حالة النعيم والدير ولا واديان؟ انا ما ادري ليش الناس تكتب واديان، وما ادري ليش الناس ما بيكتبون واديان، بيكتبون سماهيج او الدير او حالة النعيم. بنشوف
بنشوف الإجابات. الإجابات بالأجزاء من الثانية حاليا مثل ما تشوفون على الشاشة حوالي 80 شخص جاوب ما شاء الله. مثل ما قلت لكم في كاهوت ما في مجال إلا السرعة، جاوب بسرعة وبتفوز إن شاء الله، فالك الفوز إن شاء الله. خلي صبعك دائما على الآيفون أو التلفون اللي عندك علشان تجاوب أسرع، اللي جاوب أسرع هو اللي بحصل بوينتات أكثر. وخلينا ننتقل إلى كاهوت. يلا كم باقي من الوقت؟ 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 2 ثانية وخلص الوقت. خلنا نشوف من المتقدم ويانا. أوه إجابات صح. أوه لولو متصدرة ب 9500 نقطة، ومن ثم بنت الضعن، وبعدين شوق ربيعة. شوق ربيعة في المرحلة الثالثة لهاي السؤال. يلا لولو ما زالت متصدرة، ومن ثم بنت الضعن، ومن ثم شوق ربيعة. يلا ننتقل للسؤال اللي بعده. منطقة راس أبو جرجور تقع في المحافظة الشمالية، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ وين تقع منطقة راس أبو جرجور؟ في المحافظة الشمالية ولا لا؟ صح أم خطأ؟ 20 ثانية بس في هاي السؤال، يعتمد السؤال ذي على السرعة. وتشوفوا أعداد المشتركين ويانا كم واحد؟ 53 54 تقريبا. 8 ثواني باقي، 7 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، 2 ثانية. خلص الوقت. 87 شخص ويانا، 58 شخص جاوب إجابة صحيحة. خلونا نشوف من تقدم في هاي السؤال. من تقدم؟ لولوة، ما زالت لولوة أندرسكور 02 متقدمة، من ثم شوق ربيعة، ومن ثم اس أندرسكور الشماع. يلا ننتقل حق السؤال اللي بعده. يلا جاهزين حق السؤال اللي بعده؟ يلا السؤال اللي بعده يقول سؤال تاريخي. متى تأسست شركة نفط البحرين بوبكو؟ 1929، 1929، 1927، 1926. يلا الوقت ماشي، الوقت ماشي. مثل ما قلنا لكم تطبيق كاهوت يعتمد على السرعة، كل ما جاوبت أسرع كل ما حصلت بوينتات أكثر. 50 دينار كاش بنشوف تنتظر من المشتركين ويانا. مثل ما نبهنا ان لازم تدش كاهوت عن طريق اليوزر نيم مالك من الانستغرام علشان نقدر نتواصل وياك اذا فزت ويانا. خلنا ننتقل الى تطبيق كاهوت ونشوف كم من الوقت باقي عندنا ومن بيفوز ويانا اليوم باذن الله. 100 مشترك لحد الحين ويانا في هاي السؤال لحد هاللحظة. 105 شخص شارك ويانا في هاي السؤال، والإجابات ما تظهر لي أنا قدامي، ما أعرف شنو الإجابة الصح ولا كان غششكم. يلا خلص الوقت. 59 شخص جاوب إجابة صحيحة ما شاء الله. خلنا نشوف من تقدم ويانا في هاي المرحلة. أوه اسم جديد، اسم جديد، شوق ربيعة. شوق ربيعة تقدمت، ومن ثم اس الشماع، ومن ثم لولو 02، لولو اندرسكور 02 ثالث واحدة، ومن ثم بنت الضاعن، ومن ثم محمد شهيد اعتقد، او اي اعتقد مفروض شهيد، محمد شهيد. يلا ننتقل حق السؤال اللي بعده. سؤال تاريخي. متى تم افتتاح اول سينما في البحرين؟ 1936، 1923، 1937، 1946. وسبعة اشخاص جاوبوا اجابة سريعة. طبعا مثل ما قلت لكم ان الاجابة تعتمد على السرعة في كاهوت، ما في مجال للتأخير، كل ما تأخرت كل ما كانت البوينتات اقل، تحصل بوينت اكثر اذا جاوبت اسرع. يا ترى من بيفوز اليوم ويانا بال50 دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين؟ خلونا ننتقل الى كاهوت نشوف كم الوقت الباقي عندنا. 20 ثانية ومئة إجابة استلمناها لحد هاي اللحظة. تطبيق كاهوت ما يظلم، كل اللي عليك انك تجاوب بشكل سريع علشان ما يفوتك شيء. 3 ثواني، 2 ثانية وخلص الوقت. يلا الإجابات الصح كانت 28 و 39 إجابة خاطئة للأسف، أغلب الإجابات كانت خاطئة. خلونا نشوف من تقدم ويانا في هاي المرحلة.
لولوة ما شاء الله ردت لولوة اندرسكور 02 من ثم بنت الضاعن شوق ربيعة وإس الشموع ومن ثم إسراء خباز لأول مرة إسراء الدش ويانا في التقييم. يلا السؤال اللي بعده السؤال 14 باقي عندنا 6 أسئلة. كم عدد مقاعد مسرح البحرين الوطني؟ كم عدد مقاعد مسرح البحرين الوطني؟ 1001 1000 1110 1010 يلا ننتظر المشتركين ويانا يجاوبون ومن ثم نشوف تطبيق كهوت ونشوف شنو إجاباتهم، هل قدروا يجاوبون على السؤال صح ولا لا. حطينا لهم أرقام في هاي السؤال تلخبط. يلا خلينا ننتقل وياكم إلى تطبيق كهوت ونشوف إذا قدروا يجاوبون ولا لا، قدروا يجاوبون إجابة صح ولا لا. باقي 89 شخص جاوب 90. يلا ننتظر الإجابات لأن باقي 13 ثانية. لا تتأخرون في الإجابة، ترى التطبيق يعتمد على السرعة، كل ما جاوبت أسرع كل ما حصلت نقاط أكثر. 4 ثواني 3 ثواني ثانيتين ثانية وخلص الوقت. يلا ما شاء الله عرفتوا إجابة، 46 شخص عرف الإجابة وإجابتهم صح. خلونا نشوف من تقدم ويانا في هالمرحلة. الاسم الجديد بنت الضاعن مهرة ثانية، ومن ثم لولوة شوق ربيعة اس الشماع، والأخير طلال النعيمي. طلال النعيمي دشيت ويانا في القائمة، مبروك. يلا إن شاء الله مستمرين ويانا للنهاية. خلونا ننتقل للسؤال اللي بعده. متى تم افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي؟ يلا الخيارات تقول 2010 2011 2013 2012. يلا باقي 4 أسئلة، باقي 4 أسئلة وبنعرف من فاز ويانا اليوم. يلا ننتظر إجابات المشتركين ويانا عن طريق تطبيق كاهوت وبنشوف تفاعلهم ويانا من خلال التطبيق، هل قدروا يجاوبون إجابات صح ولا لا. وتعليقاتكم طبعا اللي موجودة في الانستغرام. اليوم ما في أرقام، اليوم ما في ما في ما في صندوق. يلا شوفوا اليوم تطبيق كهوت وشوفوا التفاعل. يلا من بيفوز ويانا؟ يلا خلونا ننتقل الى تطبيق كهوت. يلا يلا عشان الوقت. 10 ثواني 9 8 7 ثواني 6 ثواني 5 ثواني 4 ثواني 3 ثواني ثانيتين ثانية خلص الوقت. خلونا نشوف من تقدم ويانا في هاي المرحلة. 30 شخص جاوب اجابة صحيحة. خلونا نشوف من تقدم ويانا في هاي المرحلة. من تقدم ويانا في هالمرحلة؟ بنت الضاعن ما زالت متقدمة. يلا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده. متى تم تشييد باب البحرين الموجود بسوق المنامة؟ 1950 1949 1945 1948. يلا بنشوفكم اذا قدرتوا تجاوبون ويانا اليوم ولا لا. يلا الوقت ماشي وننتظر المشتركين يجاوبون ويانا من خلال تطبيق كهوت. وعلنا عن طريقة التسجيل قبل ما ندش لايف وياكم علشان نتيح اكبر قدر ممكن من المشاركين ويانا. حوالي 140 شخص شارك ويانا من بداية البث لحد هاللحظة، والكل يتنافس على السرعة فقط. نشوف من بيفوز ويانا في الخمسين دينار كاش. يلا ننتقل الى تطبيق كهوت مرة ثانية ونشوف كم باقي عندنا من الوقت. يلا 10 ثواني 5 ثواني 4 ثواني 3 ثواني ثانيتين ثانية وخلص الوقت. يلا نيكست 36 اجابة صحيحة، وبنت الضاعن ما زالت متقدمة، من ثم لولو شوق ربيعة اس الشماع، ومن ثم اهل مبارك. يلا خلونا ننتقل حق السؤال اللي بعده. يقول السؤال اللي عقبه، متى تم افتتاح متحف موقع قلعة البحرين؟ 2008 2003 2008 2003 2007 2004. يلا نشوف وياكم
هل يجروا يجاوبونا متابعينا ولا لا؟ الإجابات ما شاء الله في زيادة، ما زلنا نستلم أعداد حلوة من الإجابات. مثل ما قلنا كاهوت يعتمد على سرعة الإجابة، كل ما جاوبت أسرع كل ما حصلت على بوينت أكثر. جاوب أسرع علشان اسمك يظهر من خلال القائمة. يلا ننتقل إلى تطبيق كاهوت مرة ثانية. 79 إجابة لحد هاي اللحظة، وباقي عندنا 13 ثانية تقريبا، ما زلنا ننتظر الإجابات الأسرع. 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، وخلص الوقت. الإجابات الصح كانت ما شاء الله أغلب الإجابات صح، 2008 29 إجابة استلمناها. يلا خلنا نشوف من اللي تقدم ويانا في هاي السؤال. بنت الضاعن ما شاء الله ما زالت مستمرة، من ثم لولو وشوك ربيعة، ومن ثم اس الشماع، ومن ثم بثينة اسم جديد داش ويانا في القائمة. يلا نيكست. يلا السؤال اللي بعده يقول: يعد مسرح البحرين الوطني، يعد مسرح البحرين الوطني أول أكبر مسرح في العالم، ولا رابع أكبر مسرح في العالم، ولا ثاني أكبر مسرح، ولا ثالث أكبر مسرح؟ طبعا اللي قاعد يكتب لنا من خلال اللايف عشان نشارك، والله اسمح لنا، أعلننا عن طريقة المشاركة في بداية البث، أعلننا عن طريقة المشاركة ويانا في بداية البث، وحطينا رابط وحطينا اسم التطبيق وحطينا رمز التسجيل. كان الأحسن أن تكون ويانا من بداية اللايف علشان تفوز ويانا. طبعا هذه السؤال رقم 18، باقي عندنا سؤالين ومن ثم نعلن عن الفائز النهائي ويانا في مسابقة اليوم. يلا ننتظر من بيفوز ويانا اليوم. خلونا ننتقل إلى كاهوت. يلا عندنا 11 ثانية باقية، باقي عندنا 11 ثانية، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين، ثانية، وخلص الوقت. 29 إجابة، 29 إجابة، هاي السؤال شوي لعب في السالفة شوي، طلعت أسامي زيادة توقع. يلا خلونا نشوف من يتقدم ويانا. أكيد في ناس توهقوا، ما شاء الله بنت الضاعن ما زالت متواصلة ويانا وفي المرحلة الأولى، من ثم لولو وشوك ربيعة، أس الشماع، وبثينة، ما شاء الله التنافس قوي، التنافس قوي، بس أتوقع الأسئلة الجاية صعبة عليكم شوي. يلا خلوكم ويانا وخلونا نشوف السؤال اللي بعده، باقي آخر سؤالين، السؤال رقم 19، خلونا ننتقل إلى كاهوت. يلا سؤال 19، السؤال الأخير اللي قبل الأخير: متى تم افتتاح جسر الملك فهد اللي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؟ 1988 ولا 86 ولا 89 ولا 87؟ ما شاء الله الإجابات، 7 إجابات، 8 إجابات لحد الحين استلمناها بشكل سريع. يا ترى هل الأسامي اللي بتتم ويانا لنهاية اللايف هي اللي بتفوز ويانا نفس الأسامي اللي قاعد نقولها من مساعة ولا لا؟ أنا أتوقع الناس قاعدة في بيوتها والكل قاعد يصارخ عطوني اللي جاوب الأسرع. يلا ننتقل إلى كاهوت، خلونا نشوف كم الوقت الباقي ويانا، ومن بيفوز ويانا في هاي السؤال، ومن بيفوز ويانا في السؤال الجاي. السؤال الجاي يعتبر السؤال الختامي والسؤال النهائي اللي بنعرف من بيفوز ويانا اليوم. 50 دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين، وسبع ثواني باقية علشان نعلن عن من تقدم ويانا في هاي المرحلة ثانية، وخلص الوقت. ما شاء الله أغلب الإجابات صح، 74 إجابة صحيحة. خلونا نشوف من تقدم ويانا في هاي المرحلة. من تقدم ويانا؟ بنت الضاعن ما زالت مستمرة، لولو أندرسكور 02، شوق ربيعة، ما شاء الله عليكم نفس الخمسة اللي موجودين، أس الشماع، بثينة، ما شاء الله نفسهم اللي موجودين في القائمة. يلا السؤال الأخير والسؤال الفاصل، يا ترى هل الإجابات بيقدرون يعرفونها ولا لا؟ متى انعقد أول سباق فورمولا 1 لمملكة البحرين؟ في مملكة البحرين 2004، 2005، 2006، 2003. أوه السؤال الأخير جاوبه فيه أسرع من أي سؤال قبل. يلا خلونا نشوف من بيفوز ويانا في هالمرحلة. آخر سؤال والحماس يزيد، يا ترى من بيفوز ويانا اليوم ب50 دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين،
والله نتمنى ان الكل يفوز ويانا. بس تطبيق كهوت ما يعرف الا السرعه، ما يعرف الا السرعه والاجابه الصح. يلا خلونا ننتقل الى كهوت وبنعرف كم شخص شارك ويانا لحد هاي اللحظه. يلا 20 ثانيه و90 شخص شارك ويانا لحد هاي اللحظه. 90 شخص جاوب ويانا على هالسؤال. يلا اخر سؤال وبنعرف من فايز ويانا، من بيفوز ويانا. ثلاث ثواني، ثانيتين، ثانية وخلص الوقت. ياه خلص الوقت. 65 إجابة صح، ما شاء الله. أنا اللي مصدم فيه أن أغلب الناس قاعد تجاوب إجابات صح، هذا دليل على ثقافة المجتمع البحريني. ما شاء الله عليكم، الإجابات صح مو بالحظ. 20 سؤال ودائما نشوف الإجابات الصح هي الأكثر. يلا خلونا نعرف من الفائز ويانا، يا ترى من؟ هل تغيرت المعادلة وتغيرت الأرقام في اللحظات الأخيرة؟ احنا وياكم في اخر دقائق بسيطة. يلا انطق نيكست ونشوف من هو او من هي الفايزة ويانا. من ويانا؟ 65 شخص شارك ويانا. اتوقع تغيرت الاسامي في اللحظات الاخيرة، اتوقع تغيرت الاسامي. خلونا انطق نيكست. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انطق ولا ما انطق؟ انطق ولا ما انطق؟ انطق ولا ما انطق؟ كنترول لعب في اعصابهم. طق طق نيكست، طق نيكست، طق. يلا كنترول، اكون متحمسين متحمسين. مسابقة بوابة البحرين الثاني العيد فازت ويانا في المرحلة الثالثة بثينة، المرحلة الثانية لولوة، والمرحلة الأولى، المرحلة الأولى فازت ويانا بنت الضاعن بخمسين دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين. بنت الضاعن تستاهلين كل خير، وكل عام وانتو بخير متابعينا. ان شاء الله متواصلين وياكم باكر بإذن الله، باكر متواصلين وياكم احنا، وبنشوف باكر بعد من بيفوز ويانا في المسابقة. باكر بعد تطبيق كهوت ان شاء الله بيكون وياكم، باكر تطبيق كهوت ان شاء الله بعد من خلاله بتكون المسابقة، وبنشوف من بيفوز ويانا. واليوم مثل ما شفتوا بنت الضاعن فازت ويانا بخمسين دينار كاش مقدمة من بوابة البحرين. وباكر ان شاء الله بإذن الله خلكم مستعدين، بنعلن عن توقيت البث من خلال الاستوري ان شاء الله. ولا تدرون خلاص باكر ان شاء الله بإذن الله الساعة 4 نترياكم على اللايف، وان شاء الله قبلها بربع ساعة بنقول لكم عن رمز علشان تكونون جوين ويانا في كهوت. متابعينا يعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير، ونشوفكم على خير ان شاء الله. باكر في امان الله. انتي بس حبيت كل الناس.